طبعا مبادرة طريق مكة هي خدمة الآن أصبحت خدمة لإنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم، بدءا من التأشيرة والصحة والجمارك والأمتعة والجوازات. فإذا ركب في الطائرة لا يقلق يعني عن أمتعته ولا أين ذهبت أمتعته، بل سيجد أمتعته ذهبت إلى مسكنه في مكة أو في المدينة المنورة. وبالتالي إذا وصل إلى مطار، سواء مطار الأمير محمد بن عبد العزيز أو الملك عبد العزيز في جدة، يتجه فورا إلى الحافلة، وهي رحلة مجانية مدفوعة الثمن من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. كونتر متنقل ننهي فيه إجراءات الحجاج ولا يلزم بالتزامه بالكونترات الثابتة. أيضا المسارات الذكية بدأنا نستخدمها في مطار الملك عبد العزيز ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز.